اوكي بي هوني كالعادة باش نحلها هاوك سي كربون اثنين ثلاثة أربعة دونك كل واحدة نعملها ليزون مع الهيدروجين دونك هذه هيدروجين هذه هيدروجين هذه هيدروجين دونك هاش 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 دونك هوني نقصتها دو ليزون دونك هاش هاش بي هوني زيدا بي عندها دونك دو ليزون هوني عندها ليزون 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 هذه تسمى فورمول ديفلوبي ديفلوبي اوكي بي توا فورمول سمي ديفلوبي سمي ديفلوبي معناها ملمومه اوكي دونك هوني كربون اثنين ثلاثة أربعة ديما نذكركم راهو العام الجاي اللي ما يفهموش توا راهو ما ينجمش يروحوا راهو تخوازيم والباك زيد CH3, CH2, CH3. Très bien. OK. مفهومة. Donc, توا باش نعطوهم تسمية. توا أنا شنو قلت أنا؟ قلت عن قداش عندنا من كربون؟ عندنا كربون واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة. أربعة. دونك عندنا كتر كربون. معناها كتر كربون معناها شنو؟ كي قلت لسامي هذوك. كي نرجع لهوني توا. نرجع لهوني. شنو قلت انا كاتر كاتر هو شنو بي بي تري بيان معناها انا هوني نحط صحيتك حطنا هنا بيوت وهوني مادام انت فهمت شنو الان تو هالي هالكا دونك ناخذ ان ليزون هاو هيك ناخذها دونك نحطها هاو كبيوتان اوكي واضح تيرمينيزون تاع سامبل ليزون سامبل ليزون راهي بالنسبة لان اهو الكان اوكي وعندي 4 كربون معناها شنو معناها عندي بيتا بيت اوكي ما فهمتش سوق تسمع فيا الاولاد ولا ايه؟ في بالك لقيت الميكرو مسكر باين عاود بالنسبه خديت انا الفورمول بروت هادي اوكي سي 4 اتش 10 عملت لها انا فورمول ديفلوبي فورمول سيمي ديفلوبي جيت لهوني
خليت لها هاش وعملت لها ليزان. ليزان هي هذه ليزان. عملت مع واحدة أخرى اللي هي هذه سي هاش 3. سي هاش 3 أوكي. دونك سي هاش 3 هذا اسمه groupement. groupement ذكروها هذه groupement. الكيل الكيل ما شنو الكيل؟ الكيل معناها راهو فما غاميفيكاسيون. غاميفيكاسيون فما جذر. اوكي سي بون كيما هاك. وي كيما بي. هذي عندها فورمول بروت نتاعها. فورمول الكيل هذا عنده فورمول نتاعو اللي هو شنو؟ شنو كيفاه؟ تتسمى سي ان هاش 2N موان. فهمتها؟ فهمتوها؟ وي سي بون. فهمت مدام. باهي دقيقة هات نقول باهي. هذه فهمتها هذه ولا لا؟ لا فهمتيش. بالنسبة نحنا ما قولهاش هي بالنسبة للكربون هذه كربون عندها ليزون. عملت ليزون مع الهاش هذي ساعة لي ايه قتلها ليزون. قتلها ليزون اللي هي هذي اللي هي هذي ايه. دونك ما حطيتش الهاش ما حطيتش ليزون هاش ما عملتش هاش بدلتو الهاش هذي بدلتو بجروبمون اخر هذا جروبمون هذا اسمه جروبمون الكيل. الكيل معناها تنجم مثلا نجم انت في الجزر هذايا مثلا في الجزر هذا تنجم تلقى سي هاش 3 كيما تنجم تلقى سي هاش 2 سي هاش 3 كيما تنجم تلقى ليزورا هذه ليزورا معناها ليزون هي هذه سي هاش 2 سي هاش 2 سي هاش 3 اوكي مريقلة. هذوم يتسميو هذوم يتسميو جروبمون الكي مفهومه معناها الفورمول بروت نتاعو الفورمول بروت تتسمى سي ان هاش 2 بلس 1 سي ان مثلا سي الكربون قداش عندها من كربون عندها وحده وال 1 دونك 2 فوا 1 بلس 1 دونك 3 مفهومه سي بون ولا لا؟ وي سي بون. هذه تتسمى جروبمون الكي. جروبمون الكي هذم سي بون. بالنسبه للاولاد غنبدل الكولور. بالنسبه لهذي هذي هذا اسمه ميتي جروبمون ميتي معناها فما غاميفيكاسيون تتسمى هذي غاميفيكاسيون اسمها ميتي سي بون. هذي قداش عنا من كربون؟ دو معناها إيتيل. إيتيل بي قداش عنا من كربون هون؟ تخوا خوب خوا معناها أنا اسمه بروبيل. بروبيل هاهاو الكيل هاهاو هيز إيل سي بون؟ وي بيجل بيه. وانا باش نسميه السيد هذا تو باش نسميه خلينا نشوفوه تو خلينا دونك هذه قداش عندي ان واحدة اثنين ثلاثة أربعة بي. اول حاجة كيما في الانفورماتيك عندنا الجوريثم حتى في الشيمي لي نومنكلاتور هذوما عندها الجوريثم خاصة بها هي دونك كيفاش انا باش نسمي تسمية نتاع الشين هذا كيفاش نسموه؟ أول حاجة ناخذو الشين الطويلة مفهوم كلامي؟ اللي فيها ماكس تاع كربون قداش عن أكثر كربون مثلا واحدة اثنين ثلاثة أربعة وإلا واحدة هذا وإلا هذا أنهي الأطول؟ البلو ولا الغوش؟ لولا طول لول صحيتك. دونك انا اول حاجه
Nehu. ثم قاعدة قال لك أنت كيفاش نسميها؟ كيفاش باش نبدا كيفاش نعمل نوميروتاسيون؟ باهي اون نوميروت باش كيفاش؟ معناها هوني فايا الأولاد؟ أيوه كيفاش نبداها؟ نبداها من الغوج ولا الغاز؟ باهي نورمالمون اوبليجي عليكم انه تبداو تبدا غاميفيكاسيون اللي القريبه دونك هوني مثلا في البوزيسيون تاع الغاميفيكاسيون هذه الغاميفيكاسيون هذه سي هاش 3 الميثيل جروبمون ميثيل قال لك كاين في الغاز راهو نمروه 2 كاين في الروج راهو نيميرو نتاعو 3 الاصغر رقم هو اللي تبدا به اوكي اوكي واضح معناها انا هو باش معناها ناخذ الغاز الغاز طيب يعني معناها هوني انا شنو باش نبدا ممكن ناخذ هادي معناها نفسخ هادي نفسخ دونك هادي نفسخ اوكي احنا علاش نرتبوا فيهم الرقم فيهم باش نسميها باش نعطيها النوم تاعها الاسم تاعها باش نخليها نتاي شكك اوكي ها باش نعطيك تسميه كيفاه بي هوني قديش قلنا؟ قلنا راه هو واحدة اثنين ثلاثة أربعة عطانا بوتان أها بي نحط بوتان أها بي هي بوتان بي فما شفت البوزيسيون دو شفت البوزيسيون دو فما غاميفيكاسيون شو اسمها الغاميفيكاسيون هذي؟ شو اسمها هذي؟ ميتيل وي في لا بوزيسيون بوزيسيون دو دونك نحط هكا دو تيري ميتيل 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 لاصقة في البيوتان واضح 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 وي مدام باهي خلينا نعملو واحدة أخرى تو نهبطهم بعدك البي دي اف أوكي باهي بالنسبة عارف نعطيكم واحدة أخرى مثلا سي 4 بالنسبه سي 4 هاش عملناها 4 ليه عنو 5 عنو 5 اوكي 5 باهي معناها 12 اوكي واضحه واضح وي واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة كالعادة نفس الحكاية باش نخدم بالفورمول سومي ديفلوبي فهمنا معناها عندي قداش عندي هوني مثلا هاوك عندي سي هاش 3 مثلا هوني عندي غاميفيكاسيون اللي هي سي هاش 2 سي هاش 3 وعندي غاميفيكاسيون أخرى هوني سي هاش 3 وعندي هوني غاميفيكاسيون CH3 اوكي واضح بي هوني عندي قداش ناقصه ليزون هي هوني انسر معناها هاش نحط هاش هوني قداش ناقصه ليزون هوني كيف كيف واحده برك تري بيان قداش ناقصه ليزون هوني واحده تري بيان الاخرى قداش 3 3 تري بيان تري بيان اوكي هوني باش نعملو التسمية نتاعها نعرفو كيفاش نسموها ولا لا باهي نرجع لكم للورقة دونك هوني شو تسمى هذا هذوما كتبوه هذوما كتبوهم باش تسموهم توا هذا ميتيل
تابلو موجود تابلو؟ نو كونيكسيون كالعادة كونيكسيون نو نو باقي هنشوف الكونيكسيون C'est bon, Haka? Oui. Oui. Très bien. C'est toi, Mazou Matlesa? Dame. Aïe, c'est bon, je n'ai pas de l'autre. Je t'ai dit que tu أظهر الإكران؟ وي مدام. وي. بالنسبة دقيقة برك بالنسبة لنزير. نزير تسمع فيا نزيرة؟ وي مدام وي. بي. بالنسبة لجروبمون سافا فهمتوا ولا لا؟ ما عرفتش شنو هي البوت. بي. الجروبمون معناها أنت شفت كتبدا عندك مثلا كيما الفورمول هذه كيما الشين هذه. سي با؟ بي. هذوما هما يتسموا هذا يتسمى جروبمون. معناها groupement معناها غاميفيكاسيون معناها غاميفيكاسيون جذر معناها غاميفيكاسيون فهمنا؟ سي بون؟ نجم نعاود لنا الترقيم باهي عفوا نعمل توا الترقيم دقيقة وبعد نعطيكم اكزومبل آخر تخدموا وحدكم باهي دقيقة نشوف باهي بالنسبة لهوني صح أول حاجة نرقم كيما أنا نشوف مثلا هيدي بديت هوني مثلا أه 2 3 4 5 مثلا دو مثلا هوني مثلا دو والا هوني بالنسبه لهذه معناها نبدا من هوني معناها نبدا بايتي ولا ميتي نبدا من هوني ولا من هوني بالزرقاء بالزرقاء بالنسبه للزرقاء علاش علاش الزرقاء خاطر عندنا فيها زوج والاخرى عندنا فيها وحده بي لا البقي زوز نفس البوزيسيون مدام كان من الروز اي مدام الزوز نفس البوزيسيون صحيتو معناها تبدا عندك نفس صحيت ما تبدا عندك من نفس البوزيسيون تختار من هوني تبدا من هوني ولا تبدا من هوني عادي اوكي مريقله اوكي باهي حاجه واحده كيفاش تو التسميه تو باهي قداش عندي انا من كربون 5 كربون 5 معناها شنو 5 معناها بنتان برافو بنتان هكا نبدا هكا من الاخر من بعديك نرجع هكا شفت هكا باش نرجع تو نشوف انا هو تو باش ناخذ هكا الاتجاه هذا ديريكسيون هذي دونك هذي من الاول دو باهي دو انا عندي هنا دو معناها عندي هوني اسمه ميتين اسمه هذا ميتين وهذا يتسمى ميتيل صح ولا لا؟ وي وهذا يتسمى إيتيل
ثم قاعدة ريجل أخرى كي تبدأ عندك تظهر ميتيل وإيتيل في الفورمول هكا كيما هكا شين كيما هكية لازم تدخل فيها أسمعوني بالكده تدخل فيها الألفابيت دونك هوني أ هوني أم أنا هي الأولى اللي جات في الألفابيت معناها نبدأ بالإيتيل أوكي به هنفسخها هذي دونك نفسخ هنكتبها وحدها هوني تسمى هذي إتي هذي ميتي أوكي هوني توا باش نبدأ بالفير دونك تسمى وين البوزيسيون تاع الفير وين في دو ما بدينا نحنا مش خدينا ديريكسيون هذي نحنا كات دونك هوني نحط كاتخ تيغي 4 tiré utile. C'est bon? Oui, oui. Très bien. B. Mbad. Là, عندي 3, عندي 2 méthyl. 2 méthyl. Amma, la position taha, كل واحدة عندها position. واحدة في position 2 ou l'autre في position 3. Soit aller في position 3. معناها شنو نحط 2, 3. شنو عندك زوز عندك دو ميتيل تتسمى دي كي تبدا عندك دو معناها دي تبدا عندك 3 معناها تري كي تبدا عندك 4 معناها تترا هذو متحف معناها هوني قداش عندك قداش عندك دي عندي دو معناها دي ديميتيل واضحة واضحة التسمية ولا لا وي بي نعطيكم اكزامبل اخر مريقلة نعطيكم اكزامبل اخر باش نشوفكم سافا ولا لا بي الو خنبدل نشوف كم سافا ولا لا هاي سي هاش 3 سي هاش مثلا هنا سي هاش 3 بي خليني هوني مول سي بون خلي اوكي هنا عندي سي هاش هنا سي هاش 2 سي هاش 3 هنا هنا عندي CH2 CH3 هاي هذي نعرفوها راهي الكان سهل لي باش نعمل توا نطلع لها الاسم تاعها سهل لي سي با معناها لو نوم تاع الهيدروكربور هذا السيد هذا الهيدروكربور هذا دونك اول حاجه باش نشوف نرقمو نرقموها معناها فناخذوا أكثر شين أكثر أطول شين أطول شين مثلا واحدة اثنين ثلاثة ماهيش طويلة واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عندي سان ب واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة كيف كيف معناها ناخذها لينيير ولا ناخذها معوجة هكا كيف كيف كيما نحب أنا أوكي بكي نعوجها أنا مثلا هاو نعوجها تولي هنا عندي غاميفيكاسيون دو تيب ايتي وعندي غاميفيكاسيون دو تيب ميتي سي بون وي وي بي توا باش نرقمها توا 1 2 3 4 5 معناها هنا 1 2 3 هنا 2 وهنا 3 والا 1 2 3 4 أنا باش ناخذها الغاز ولا لورانجي لورانجي صحيت معناها نرجع توا نرقمها بالبي معناها هذه 1 2 3 4 5 صح لي وي بي عندي هنا 5 معناها شنو هو 5
معناها بنتان سهلي وي سهلي بنتان ب توا في البوزيسيون 2 ولا في البوزيسيون 3 انا باش نبدا به بوزيسيون 2 شو اسمه هذا هذا اسمه ميتيل صحيح وليخ ايتيل ايتيل باش نبدا قلت انا في الالفابيت بالايه نبدا بالايه ايتيل صحيح معناها نبدا